هدى المهتدين، وارزق اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. اللهم إني أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد.